نعطيو فرصة المغاربة المقيمين في الخليج ولا الفرنسيين ولا الأوروبيين، نعطيو فرصة أنهم يستثمروا في المغرب. هو المشكل اللي كيتطرح هو انه ملي كيكون الانسان مهاجر وكيدخل المغرب يعني كاينه عنده واحد التعقيدات مصدريه، يعني بارفوا كتكون لانفورماسيون يعني المعلومات ما كتكونش يعني عنده، وملي كيوصل لهذيك المعلومه وبغي يقتني البقعه ديالو ولا يدير مشروع ولا يستثمر في اي ميدان حتى البناء الى اخره، كيلقى التعقيدات الاداريه والترخيصات الى اخره، وكيبقى يمشي لهذا المكتب لهذا المكتب يعني، وهذا كيخلي بزاف ديال المهاجرين على انهم ما يستثمروش في المغرب. وكنتمنوا على انه هاد التعقيدات هذه يعني بدات كت يعني كتنقص، نظرا لانه الحكومات اللي تعاقبت هذه الحكومه يعني باغيين يقنوا هذه المساله ويدخلوا الرقمنه باش يمكن اي مواطن واي مهاجر واي يعني مستثمر يعني يقتني السكن ديالو ولا يستثمر بلا ما يكون هذوك التعقيدات والتضييع ديال الوقت يعني ما بين هذه الاداره الى اخره. هذا سيت سالون ديال الموبيلي اللي هو كيهتم بالاستثمار ديال المغاربه في الخليج وكذلك الاجانب كما قلنا الفرنسيين الدرجه الاولى